اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبطحي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالمدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وسيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. الصلاة والسلام عليك يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا شفيع الأمة، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله.